السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حنان الكندرية. مرحبا بكم. اليوم جينا نقدم لكم واحد الكيكة ولا مسكوتة بالقرقع والتمر والقرفة والسكينجبير. وهاد الكيكة هادي السر ديالها هو في السكينجبير، على بركة الله. كنديروا البيض طبعا، خمسة البيضات على حسب هنا ندير مقلة كبيرة. خمسة البيضات راه حنا خاسينهم. نديرو خمسة البيضات و نطلعوهم بعد هاتيك. إوا مرحبا بكم، راني توحشتكم بزاف بزاف، شحال هادي ما جيت عندكم. مادام أن عوينتي معايا في الدار هي والميمة، قلنا نستغلو الدار. درت ديالي ملحة بعدا، شوية الملحة. لا درتها هي الملحة، سمحو لنا شفا أنا راه كنقاد ليلة في الدار داك الشيء. نطلعو البيض هكا، كنديرو سنيدة، كاس ديال سنيدة ديال العنبة، كاس ديال العنبة. كنديرو الزيت تدريجيا بشوية بشوية، كتجي بصراحة رائعة. كنتمنى تجربوها وتردو لينا في الكومونتير. نسيت ما قلت لكمش حق ديال الدانون ديال الفاني ولا ديال الكركاع، المهم اللي كان اللي كان. المهم درنا البيض، درنا الزيت، درنا سنيدة، قبيشة ديال الملحة، دابا شوية دابا حق ديال الدانون ونطربو. دابا غادي نديرو سكينجبير، معلقة كبيرة، معلقة كبيرة ديال القرفة. غادي نديرو الكاكاو، شحال معلقة؟ جوج معالق كبار، جوج معالق كبار. أو هدا الكركاع أو التمر درتلهم شوية ديال الطحين باش مكيهبطش في المسكوتة، كيبقى في الوسط مايهبطش. بعد ما نخلطو هادشي مزيان غادي نديرو الطحين والخمارات. شحال الخمارات؟ ثلاثة الخمارات، ثلاثة لأن بخلا كبيرة. نبغي نوريكم بخلا كيفاش دايرة. غادي ندير لكم كاس ونص، راني عبرتو كاس ونص ديال العنبة، هذا كيهز كاس ونص ديال العنبة. هي المجموع كله غادي نديرو جوج كيسان ونص ديال العنبة، حتى ثلاثة ديال الكيسان. المهم في الآخر غنوري لكم الطريقة ديال زعما الخليط كي غادي يكون. غنبقاو يعني مع التحرك ديالو. اي غنتحركو مع سمحوا لنا الجبانه صغيره ما لقيتش فين غنحرك مزيان. نبقاو مع التحرك ديال المقادير. اي دابا غادي نديرو الخمارات وغن مع داك الكاس الطحين الاخر. كاس ونص في كاس ونص هي جوج كيسان، هي ثلاثة كيسان، ثلاثة كيسان ديال العنبة وثلاثة د الخمارات. دابا غادي نزيدو هاد الكاس هادو، غنخلطو الخليط مزيان وعاد غادي نضيفو عليه التمر والكركاع. طبعا كدير لهم شوية طحين باش ما كيهبطش داكشي في المسكوتة ولا الكيكة. قلبنا الخليط في هاد البانيو لأن ديك الجبانية ما هزاتناش الخليط. شنو بقاو معاكم في الكيكه من يد عوينتي؟ كيجي ها الخليط، يعني مسكوته ما تكونش قاصحه. كي كيجي حنا دابا غادي نديرو الكركاع، التمر، عفوا التمر. غادي نديرو الكركاع،
درت انا 10 دراهم 10 دراهم وكل واحد على قد السقعه ديالو دي، ولكن هذيك تجي صالحه بالقرقاح والتمر. والسر ديالها هو السكينجبير اللي كان عنده خضر يديرو، اللي ما كانش يدير معلقه كبيره هكا، حنا ما كانش عندنا متوفر درنا سكينجبير يابس. ايوا قلت ملي راني دابا مضيفه عند اختي حنان، مرحبا بك ربي يخليك، قلت عاود لي مالا ندير لكم واحد المسكوته نشاركها مع المشاهدين ديالنا. هادي ما قدمتي لنا شي حاجه، بصح عاونتي بغيناك ديري لنا البيصاره باللفت المحفور ان شاء الله. درتي لنا الفول منقو باللفت المحفور، درنا اللفت المحفور بالحيمه، بغينا البيصاره باللفت المحفور ان شاء الله. وغادي ندير لكم واحد الطريقه ديال المسمن المشلتيت كيجي واعر صافي. هذا هو الخليط ديالنا ديال المقلب بالزبده. علاش كنديرها هكا؟ كندير الكاغيط هي باش كنتفاداو ديك فاش كديري الزيت ولا كديري الطحين، فاش كتصاوبي المسكوته كتجي فيها الطحين. كنديرو الزبده كندهنوها في اللاطا في المقله ولا في الشيب، كل واحد كاين اللي يديرها في الطاوه ديال المسكوته الاخرى. ايه يدهنها العادي. حنا بما ان اليوم غادي يجيونا شي ناس، قلنا اننا نديرو هكذا كبيره باش كتجي كتكفي. وصراحه كتجي رائعه، يعني ما كنتشبعوش منها صراحه. ديك كتمضغي وكتلقاي الكركاع والتمر، وديك النكهه ديال القرفه والسكينجبير الروعه. هذاك هو السر النجاح ديالها. هذه في الصراحه كنت كليتها عند خالتي في الرباط الله يطول لها في عمرها ويجعل لها في صحتها. كنت كليتها عجبتني بزاف. دابا صافي هكا كتخليها ترتاح شي شويه على ما كتلبس المقله باش كتجي هكا. انا دابا هادي راه ما عجيناش طالعه بزاف، كتكون كبيره فهمتي، باش كديرها في شي مجموع صغير كيجي هذا. هاد غنقطع هاد الكاغيط ضروري، هاد الشياطه غادي تقطع ديال الكاغيط ضروري. هي بصراحه كتجي فنه فنه غزاله، كنطلبو من الله باش تجربوها وتعجبكم وتردوا عليا في الكومونتير. حتى اللي ما بغاش حاجه يدير خمسه د البيضات ولا يدير هذا الحجم، يدير غير صغير، يدير زوج بيضات. المهم يجرب ديك النكهه ديال القرفه والسكينجبير والتمر والكركاع، جرب. وغنديروا هاد الكلاصاج بالشوكولاته ان شاء الله بحول الله يطيب. دابا غنمشي ندخلوها للفران. دابا هكا حنا درناها في المقله صافي، غادي ندخلوها للفران تطيب وعاد غنرافقوها بالشوكولاته. الفران طبعا هي ديال الغاز، يعني هي ديال الغاز باش ما كان. يلا نتلاقاو معكم بعد ما طيب. شويه كتنقصي باش كطيب على خاطرها. نتلاقاو معكم بعد ما طيب المسكوته ديال عوينتي. درنا دابا الكناج ديالنا باش غادي نزوقو نسقيو زعما الكيكه. درت هنايا كاس الحليب ودرت 10 د المرسويات حتى 12 ديال الشوكولاط كالا، هي كالا ولا 5 ولا اللي كان. وخلطت غلى الحليب ودرت فيه ديك الشوكولاطه ودوبته مزيان، وزدت عليه طانيط. زدت عليه طانيط هاكي كيجي سميتو. غنسقيو به المسكوته. دابا غادي ندورو على المسكوته ديالنا. نزيدو حنا هنا هكا، كنمشيو كندوروها هكا. مسكوته قلبتها على حساب الكاغيط باش ديك الطحين وديك الشيء شتي كي كتجي كتفادى ديك الطحين. المهم كندورو هكا، ما غادي نزوقوها غير بالكركاح، ولا اللي ما عندوش الكركاح يدير ياكلو يدير باستا محكوكه اي حاجه يدوز ايفيلي اللي كان. دور لي الغطار هكا هكاك، وهي في نفس الوقت بالحليب هكا والشوكلاط وديك الشيء كتسقى، وكنثقبوها بالكاردون شويه باش كيدخل لداخل. اي باش كيدخل ديك الشيء لداخل مزيان، باش كيدخل الشوكولاطه هذا. ما تنساوناش من الجيم، ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل الاحباب الاصدقاء. اللي معايا في القناه مرحبا والف مرحبا منورني، واللي غادي عاد داز وشاف القناه ديالنا عجباتو وبغى يشترك مرحبا به والف مرحبا. نتمنوا اننا نكون عند حسن الظن ديالكم في القناه ديالنا في كل ما كنقدموه، لا من طرز لا من خرجات لا من اكل لا من حلويات. ريح الشمنه ما بغيتش نفوت الفرصه ديال هذا النهار، حيت عوينتي راه عندي هي الوالده ضياف، راهم جالسين معايا هذه الايام هذه.
قلت رين نوضوها الكوزينه ما تبقاش ليك ماشي مشكل ما خسرش في الوجو في الحباب في الصحاب في داخل الوطن خارج الوطن مرحبا بألف واحد حتى هما بلا بيهم ما كاين حتى شي حاجه ما نبخلوش عليهم شي حاجه اللي كنعرفوا شي حاجه بسيطه المهم هادشي راه بسيط ماشي شي حاجه ولكن كنتمنى تعجبكم وحتى ملي كتكون ماشي عند شي حد ديرها في الصراحه كتمشي بها كتجي هما ويا الصراحه في الوسط راه كيخلطي شي بلاصه لا حيت دابا هادي قلبتها على الدار ديالها ميا راني كتكون على الوجه على الدار باش كيدخل ديك سميتو كتشرب صافي ما بقى ما نلحسو في الكسرونه صافي دابا غادي نديرو الكركاع نصاص هكا ما نبخلوش على المشاهدين ديالنا ماشي مشكل ما كانش الكركاع ممكن دير اللوز افيلي اللوز افيلي اللوز كونكاسي سميتو الاخر الفيرميسيل اللي بغيتي هي في الصراحه هكا كتجي رائعه بخصوص قلت لك ملي كتكون ماشي عند شي حد تديها راه كتدي شي حاجه ديال التحمر لوجه ولا كيكون شي ضيف ماجي عندك شي وجه عزيز وغالي كتقدم له كدير هكا فهمتي المهم حنا ماشي مشكل يعني ما تكلش دابا حتى تبرد لا حتى تبرد عاد نقطعو ديك الساعه نقطعو لكم طريف ونقول لكم كيف جات هي صراحه كتجي رائعه زعما ندوقوا المشاهدين مرحبا مرحبا والف مرحبا ما تعرف تجي ديك يجي واحد الوقت اللي شي بقى يعطي لشي غير من التليفون هكا دوقيني ندوقك ما تعرفي لا يعني غنمشيو للصين غادي نوليو حنا التكنولوجيا كتقدم صافي شنو كاين عاونت صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها الوسط غيبقى هكا ما نجبدوش نزيدو علاش لا تقطر ديال الكركاع كاسين علاش لا نزيدو الكركاع ماشي مشكل يعني باش ما يجيش الوسط حافي يا بالصحة والراحة كنتمنى تعجبكم ان شاء الله دابا نخليوها تبرد عاد نقطعو ديك الساعة طريف باش ضروري يلا نخليوها تبرد ونتلاقاو معكم ان شاء الله في الحلقة فاصل بعد ما طابت المسكوتة ديالنا هي وجدات زيناها بالشكلاط وداك الشيء اللي ورينا لكم دابا غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها وكي جات يعطيك الصحة عوينتي بالصحة والراحة راه هاديك باش كنهزوها في الماء مداكش زعما ما عرفت ما نعرف فين راه المهم ها هي شوفوا كي كتجي ها هي هانتوما هاين بعدا هانتوما شوفوا كي كتجي الهشه ديالها هانتوما 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 كي جايه هشيشه يلا كنتمنى تجربوها ان شاء الله هي كتجي كلها شكلاط كلها سميتو بالصحه والراحه بنين في الصراحه غزاله عطاني الله صوبه تعوينتي ضروري مشاهدينا الكرام ما تنساوناش من لايك ما تنساوناش من لي كومونتير المحفزه تنساوش تشجعوا عوينتي